السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الدرس بتاع ماهية التنمية الاقتصادية، وكنا وقفنا عند استراتيجيات التنمية الاقتصادية. طلبنا منكم ليه تحطوا استراتيجيات من وجهة نظركم، وتقريبا اللي استجابوا 4 أو 5 بس. على العموم طلعنا منهم بأفكار رائعة ممتازة جدا. عرفنا ان هم بيفكروا بطريقة صحيحة، ان هم درسوا جغرافيا التنمية صح في الترم الأول، لكن هنناقش الافكار بتاعتهم بعد ما نخلص الدرس ان شاء الله، عشان نشوف مدى اتفاق افكارهم او اختلافها عن الموضوعات اللي ذكرت في الكتاب. اولا، استراتيجيات التنميه الاقتصاديه واساليبها. احنا بقى معانا مدرسين عربي بقى، واساليبها. هو ليه اساسا؟ ليه نحط استراتيجيات؟ عشان نعمل تنميه اقتصاديه. طب ما هو ليه نعمل تنميه اقتصاديه؟ من تعريفها بقى الخلاصة، عشان تغير كل ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والثقافية، ونحقق الرفاهية، ارتفاع مستوى المعيشة، وننتقل من حالة التأخر لحالة التقدم. أو بمعنى صح، عشان نعمل تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية لسكان الدولة، بشرط مع الحفاظ على الموارد وصيانتها للأجيال القادمة. شتان بين مفهوم التنمية الاقتصادية في منتصف القرن السابق العشرين ومفهوم التنمية الاقتصادية حاليا، ونبهنا على كده ان هو في ضوء الاستدامة. هنتعرض ليه الاستراتيجيات الموجودة في الكتاب على النحو التالي. استراتيجيات التنمية الاقتصادية بيوضحها الكتاب في 8 نقط او 8 استراتيجيات، زي ما هي موجودة في الشكل قدامكم دوت. طبعا هو هنا الشكل قدامي هنا، لكن عندكم انتوا في الغالب مش غالب، ده اكيد هيبقى ورايا صح. وعلى فكره لو لقيتوني متاري حاجه من الشكل حاجه، وبس ايه اكتبوا لي كده وقولوا لي بص يا استاذ ابعد شويه عن الجزئيه دي عشان انت مداريها، ماشي؟ تيجي منكم احسن ما تيجي من الاستاذ استاذ، صح ولا ايه؟ مش عايزين يمسكنا على واحده بصراحه، انا مش عايز اجيبه معايا. يلا ربنا يستر وما يكونش سامعنا وينط لنا في الفيديو. استراتيجيات التنميه الاقتصاديه زي ما هي موجوده قدامي وقدامكم ورايا 8 نقط: تطوير التعليم والبحث العلمي، تحسين البنية التحتية، ضبط معدلات النمو السكاني، الاهتمام بالتنمية الاجتماعية، زيادة الصادرات من السلع والخدمات، الحد من تصدير المواد الخام للخارج، ربط سياسات التنمية بما يعرف بالتنمية البيئية أو الاقتصاد الأخضر، الشراكة والتعاون الدولي. هنبدأ بيه الجزئية الأولى: تطوير التعليم والبحث العلمي. زي ما شايفين كده بيقول لنا التعليم استثمار. يعني ايه استثمار؟ استثمار بكل بساطة اللي أنا بحوش عشان أنتج. طب إيه علاقة ده بالتعليم؟ أفضل استثمار في الدنيا هو الاستثمار في رأس المال البشري، في الإنسان. على فكرة عشان كده البنك الدولي، ودي منظمة عالمية، عاملة موقع على الانترنت ومشروع اسمه مشروع رأس المال البشري، وهحط لكم الرابط بتاعه في الصندوق اللي اسفل الفيديو اللي فيه الوصف. الرابط ده جميل، هيفيدكم في حياتكم وفي منهجكم الحالي، في معلومات كتير قوي، وهتفيدنا كمان في الدروس بتاعه الوحده الاخيره. ففي مشروع عامله البنك ده اسمه مشروع رأس المال البشري، افضل استثمار في رأس المال البشري. فاحنا قلنا كلمه الاستثمار يعني ايه؟ واحد معاه فلوس محوشها فبيعمل بيها مشروع عشان يكسب من وراها، ينتج ويكسب. فالدول بتعمل استثمار في التعليم، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي له مردود اقتصادي واجتماعي كمان، ما يقلش عن الاستثمار في راس المال. ازاي؟ بكل بساطه، لو عندي تعليم صح هيبقى عندي صحه صح، هيبقى عندي انتاج اعلى، هيبقى عندي حياه اجتماعيه مرفهه. تعليم صح، صحه، انتاج، رفاهيه. طب الموضوع ده هياخد وقت يا استاذ؟ طب ما احنا خدنا قبل كده ان من خصائص التنميه ان هي بتحبس على المدى الايه؟ البعيد، عكس النمو الاقتصادي. طيب الدول بقى هتهتم بالاستثمار في التعليم ليه؟ عشان تبني اقتصاد المعرفه. فاكرين؟ احنا في عصر المعلومات.
اقتصاد المعرفة يساعد على دفع عجلة الإنتاج. خدنا قبل كده دفع عجلة الإنتاج إيه؟ فاكرين؟ في مصادر الطاقة. ولما تدفع عجلة الإنتاج هيحصل التنمية الاقتصادية. التعليم مهم جدا، والبحث العلمي مهم جدا. في دول بتنفق ملايين ومليانة على البحث العلمي، وربما يتعمل أبحاث وفي النتيجة ما تحصلش أو ما توصلش لحاجة، بس بنت سلمة في طريق العلم. أشهر الدول اللي اهتمت بالتعليم والبحث العلمي في نهضتها وتحقيق التنمية فيها كانت دولة كوريا الجنوبية في آسيا ودولة ألمانيا في قارة أوروبا. طيب هنشوفهم فين دول؟ بصوا معايا كده على الخريطة، دي خريطة العالم. شايفين قارة آسيا هي قدام هنا، لكن هتبقى ورايا هنا بالظبط، ربما فوق مني. دي اللي عليها الدايرة دي، ديت كوريا الجنوبية، ولا مش واضحة؟ نكبرها لكم. تمام كده؟ طيب ننتقل من قارة آسيا وهنروح زي ما شايفين كده، الدايرة ماشية 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 لغاية ما تروح لقارة أوروبا. الجزئية اللي تحت الدايرة ديت هي دولة ألمانيا، مش واضحة؟ نكبرها. ألمانيا في قارة أوروبا. ضروري جدا إن احنا أي معلومة فيها مكان لازم أطلعه على الخريطة حتى لو مش موجود في الكتاب. اتفقنا؟ مهمة أوي المعلومة ديت. ده بالنسبة لتطوير التعليم والبحث العلمي أو الاستراتيجية الأولى. ندخل على الاستراتيجية التانية وهي تحسين البنية التحتية. أحيانا بتتقال على البنية التحتية، أحيانا بيتقال عليها البنية الأساسية. طب إيه هي البنية التحتية والبنية الأساسية أساسا؟ زي ما هنشوف دلوقتي في الصور ورايا طبعا، بتشمل الطرق، الطرق وكل مشتملاتها، يعني الطرق وسائل النقل بكل أنواعها والكباري والأنفاق، كل دوت بنية أساسية. وكمان وسائل الاتصال المتطورة مطلوبة، وكمان مصادر الطاقة، وحبذا لو كانت مصادر طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة كمصادر الطاقة المتجددة، احنا بنعمل تنمية، والمياه والصرف. دي كده اسمها بنية تحتية وبنية أساسية، اللي هي الجزء الأدنى المرحلة الأولى. المرحلة التالية بعد منها بقى هيجي العمران، محتاج خدمات تانية زي التعليم والصحة، لكن دوت الأساس فدوت مطلوب. وطبعا انا متعمد اجيب لكم صور تعبر عن البنيه التحتيه، لان ممكن يجي في الامتحان صوره تعبر عن حاجه من اللي احنا قلناها دي، طريق، كوبري، نفق، توصيل مياه، صرف، ويقول لك دوت انهي استراتيجيه من استراتيجيات التنميه الاقتصاديه. وعندنا مثال بيوضح اهميه البنيه التحتيه او الاساسيه. العالم المصري فاروق الباز، تعرفوه، كان عمل فكره مشروع بكده اسمه محور التنميه. فكرته الرئيسية انه هيعمل طريق عالمي من بحيرة ناصر في الجنوب حتى مطروح، محافظة مطروح، البحر المتوسط في الشمال، هيبقى موازي للوادي والدلتا. وبعد كده هيعمل طرق متقاطعة معاه، محاور من المدن الرئيسية في الوادي اليه. وكل اللي هيعمله الدولة ان هو طريق عالمي وتوصل مياه، بس بنية أساسية طبعا، مصادر طاقة. ومع ذلك هينتشر التعمير والعمران، ودي حاجة احنا مشاهدينها شايفينها. انتوا عارفين لو في بيوت من الداخل وتهدد البيوت قدامها، والبيوت دي اصبحت على الشارع والشارع اتوسع، البيوت ديت سعرها بيعلى وبيزيد عليها الطلب. الطرق والبنيه التحتيه تزود العمران، وعمران يعني انتاج، صح ولا ايه؟ علشان كده البنيه التحتيه وجودها وتكون محسنه بيجذب الاستثمار، وده كده بيحقق لي حاجه مهمه جدا. الاستثمار جه من اكبر معوقات التنميه الاقتصاديه، هي نقص رأس المال الوطني، ضعف التمويل، ضعف المدخرات، عجز الجهاز المصرفي عن تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار. طب ما انا اجيب ناس معاها فلوس جاهزة ازاي؟ ان انا اوفر لهم البنية التحتية السليمة. يجي استثمار يبقى هتتعمل مشروعات، المشروعات هتشغل شباب، هتقلل البطالة، صح كده؟ هيبقى يرتفع الدخل ومعاه مستوى المعيشة وهيقل الفقر. كل ده بجذب الاستثمار اللي هو ناتج عن البنية التحتية. مهم جدا موضوع البنية التحتية دوت، ولأنه بيساعد في إنشاء مشروعات كبيرة رغم نقص المال اللي عندي. عندي أمثلة لدول اهتمت بالبنية التحتية فجذبت استثمار فزادت في عملية التنمية. المثال عندي زي ما انتم شايفين كده هوت في الرسم البياني دوت،
أكبر الدول العربية جذبا للاستثمار الأجنبي أو الخارجي هي السعودية، تليها الإمارات اللي هم أكبر رسمتين دول. الرسمة الثالثة دي مجموعة دول مع بعض أقل من 3%، يبقى السعودية والإيه؟ والإمارات. شايفينها في الرسمة؟ واضحة؟ الرسمة دي أنا استخدم فيها موقع على الإنترنت، الإنترنت عشان أعملها. الرسمة دي موجودة في الكتاب اللي هو دائرة مجسمة ثلاثية الأبعاد. يا ريت من إما تشوفوا رسم بياني تقعدوا تحللوا بنفسكم، تطلعوا منه معلومات، وحبذا لو تغيروا في طريقة عرضه، ارسموه مثلا بشكل أعمدة عشان يبان الشكل كويس. هنا أكبر الدول العربية كسبا للاستثمار هي السعودية ثم الإمارات، ده يا ترى بسبب إيه؟ الله ينور اهتمامهم بمشروعات البنية التحتية. عندي كمان من أمثلة المشروعات الكبرى مشروع اتعمل في دولة، ها الدولة اللي قدامكم دي إيه؟ دي دولة، ها المغرب، دولة المغرب. دولة المغرب اتعملت فيها فكرة مشروع سنة 2014 ودخل في حيز التنفيذ سنة 2015، زي ما موجود قدامكم اهو، اسمه مشروع وصال الدار البيضاء الميناء، أو هو مشهور بمشروع وصال العاصمة. المشروع دوت مشروع قومي للمغرب، كلفته مليارات الدراهم المغربية أو تقريبا في حدود 737 مليون دولار. اهتم فيه ببناء البنية التحتية من طنجة شمالا مرورا بالدار البيضاء ومراكش أو مراكش، عشان تضع هذه المدن والمواني في مصاف المناطق السياحية العالمية. على فكرة معلومات خارجية، وهحط لكم روابط للمشروع دوت في برضو صندوق الوصف أسفل الفيديو، عشان هتعرفوا إن ده مثال من أمثلة التعاون والشراكة الدولية. على فكرة شاركت في المشروع دوت منظمات عالمية ودول عربية زي السعودية والكويت والإمارات، وهدفه بنية تحتية علشان السياحة رقم واحد إلى جانب الصيد. طيب الحاجة اللي بعد كده الاستراتيجية الثالثة هي ضبط معدلات النمو السكاني. محتاجين نعمل ضبط معدلات النمو السكاني. طب نعملها ازاي؟ ها نجيب نص الشعب ونموته عشان نقلل السكان ونضبطهم، ما نخليش حد يخلف. نعملها ازاي ديت؟ انا عندي نمو سكاني له سببان، في سبب طبيعي اللي هو الزياده الطبيعيه، الفرق بين المواليد والوفيات، وفي سبب بشري اللي هو الهجره. فانا هلعب على الونجين. بالنسبه للسبب الطبيعي هشجع برامج تنظيم الاسره عشان نقلل النمو السكاني، وبالنسبه للهجره هعمل حد للهجره الخارجيه اللي جايه لينا. والدول اللي عملت الموضوع ده اللي هو الحد من الهجره، المثال بتاعنا هو دول القاره الاوروبيه. طب برضو لو جينا تنظيم الاسره، امتى محتاج اعمل تنظيم الاسره؟ هو اي حد اعمل معاه تنظيم اسره؟ امتى اعمل كده؟ لما يبقى عندي سكان من النوع، فاكرين البقري، ما هو في دول فيها بشر ودول فيها بقر. لو الدول فيها بقر اللي هما بشر عايشين زي الحيوانات، اكل وشرب ونمو وتكاثر وموت، فما نتوقعش منهم انتاج، فهيزيدوا والناتج المحلي او القومي بتاع الدول مش هيزيد بنفس الزياده، مش هيبقى في توازن. هنا السكان من النوع ده هيبقوا معوج من معوقات التنميه، لازم يعملوا مشروعات ضبط. لكن في دول تانية عندها بشر استغلت الزياده السكانيه ديت في الانتاج، فغزت بمنتجاتها العالم زي دوله الصين. على فكره موضوع البقر والبشر ده توصيف لحاله، ومذكوره في القران ان الانسان اللي ما بيستخدمش عقله عشان يوصل لربه وينفذ اوامره ويطيعه ما يفرقش عن الانعام. وعندنا سوره الفرقان، ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. وفي ايه ثانيه في سوره الانعام، انا اسف، في سوره الاعراف يقول المولى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أنا بس بشبه مش بشتم مش بسب. طيب يبقى إمتى الدول يبقى السكان عندها معوق نمو سكاني؟ مش هنقول بقى في الامتحان من النوع البقري، تمام؟ لما يبقى الزياده في السكان اللي هو النمو السكاني ما بيسندهاش زياده معاها في الناتج القومي، عدم التوازن ما بين النمو السكاني
والنمو الاقتصادي او التنميه الاقتصاديه او الموارد الاقتصاديه. السكان بيزيد متواليه هندسيه، والاقتصاد بيزيد متواليه عدديه. سكان هندسيه يعني 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 كفايه كده. الاستراتيجيه اللي بعدها الاهتمام بالتنميه الاجتماعيه. فاكرين المعوقات الاجتماعيه؟ عندي معوقات اجتماعيه كتير. من اكبر المعوقات الاجتماعيه العشوائيات. العشوائيات بيتوفر فيها مثلث الخطر الداهم، الفقر والبطاله والاميه. فقر وبطاله، على فكره استراتيجيه التنميه المستدامه المصريه هدفها هو القضاء على الثلاثي دوت، الفقر والبطاله والاميه متوفرين بكثره بغزاره في العشوائيات. طب انا عايز اهتم بالتنميه الاجتماعيه واقضي على العشوائيات وامنع تجديد او تكرار العشوائيات، هعمل ايه؟ تخيلوا، ههتم بتطوير الريف. اطور الريف، هتقل او تنعدم الهجره من الريف الى المدن، مش هيبقى في عشوائيات. اهتم بتطوير الريف، اوصل له الخدمات، خدمات صحيه وتعليميه وانتاجيه وصناعيه وترفيهيه، كل ده مطلوب. وبالنسبه للعشوائيات اللي موجوده بقى، احنا كده لما طورنا الريف ها مش هتنشئ عشوائيات جديده. طب ما في عشوائيات موجوده، ده تقريبا القاهره لوحدها فيها اكتر من 80 عشوائيه، منطقه عشوائيه. هنعمل فيها ايه؟ نطور العشوائيات. عندي عشوائيات كتير اتطورت في عهد مبارك زي منطقه زينهم، وحاليا عندنا اسكندريه منطقه غيط العنب. فالمناطق كتير بيحصل فيها تطوير. ده بالنسبه للناحيه الايه؟ الاجتماعيه. طيب بعد كده زياده الصادرات من السلع والخدمات. محتاج ازود الصادرات من السلع والخدمات. كل دوله بيبقى عندها حاجه اسمها ميزان تجاري. ميزان تجاري اللي هو صادرات وواردات، بيع وشراء بس مع الدول الخارجيه. مطلوب مننا ان احنا نزود الصادرات ونقلل الواردات لو عايزين نعمل تنميه. طب يا ترى ليه؟ محتاجين دوت ليه؟ لان انا لما بزود الصادرات هزود الانتاج، هبيع كتير هنتج كتير، ولما ابيع بره هتجيلي العمله الصعبه، يبقى عندي سيوله من العمله الاجنبيه او العمله الصعبه. طيب لو العكس حصل، لو عندي الواردات اكبر من الصادرات زي ما هو قدامنا كده، على طول ده بنسميه عجز في الميزان التجاري. لو الواردات اكبر من الصادرات، او العكس، ولا العكس الصادرات اقل من الواردات، هي هي. طب لو عكسنا بقى، لو الواردات اقل من الصادرات او الصادرات اكبر من الواردات، هنا يبقى في فائض اللي هو بقى السيوله في العمله ليه صعبه، الى جانب زياده في الانتاج. ده مطلب رئيسي ان احنا نزود الصادرات. الاستراتيجيه بعد كده الحد من تصدير المواد الخام للخارج. انتوا عارفين لما بنصدر خام، فاكرين موريتانيا في الترم الاول كل انتاج الحديد بتصدره خام، ايه اللي بيترتب على كده؟ اول حاجه انا بهدر مكتسبات الاجيال القادمه وبحرمهم من انشاء صناعات هتقوم على الماده الخام دي. ما بكل بساطه انا دلوقتي مش قادر اصنع، طب ليه افرط في المورد ده؟ طب ما اسيبه يمكن اللي يجي بعد مني يتصرف ويصنع. يبقى تصدير المواد الخام يهدر حقوق الاجيال القادمه، يتنافى مع الاستدامه تصدير الخام، وبيحرمهم من انشاء صناعات كانت هتقوم على مواد الخام دي لان احنا هنخلصها. طب وفي حاجه تانية؟ في حاجه تانية، خسران مبالغ طائله من الاموال. ليه؟ لان انا بصدر بقرش وبستورد ب10. ازاي ده؟ نضرب مثال موجود في الكتاب. انتوا عارفين الرمال، رمال الصحراء بتتغربل وبيطلع منها مواد كتير، منها الزجاج ومنها السيليكون اللي بيدخل في صناعه الشيبات. عارفين الشبايه اللي هي بتاعه الاي سي والبروسيسور والكارته اللي تقولونها اخضر او لبني وعليها خطوط، دي الالكترونيه كلها بتطلع من السيليكون اللي بيطلع من الرمله. مصر بتصدر طن الرمله ب 50 جنيه، واخدين بالكم؟ طن رمله ب 50 جنيه يطلع بره يتغربل ويتصدر ويتصنع ويجي لنا في صوره منتجات بنصرف عليها ما يقارب من 100 ل 1500 دولار. دولار، ها؟ دولار 1500 دولار، 100 دولار 1500 دولار على نفس الطن. بعت ب 50 جنيه واشتريته ب 1500 دولار. حرام. طب ما نصنع احنا اولى. طب مش عارفين نصنع، نسيبها يمكن الاجيال اللي تيجي بعد مننا تلاقي طريقه وتصنعها. النقطه قبل الاخيره، ربط السياسات الاقتصاديه بالتنميه البيئيه. يعني ايه؟ قلناها تعمل تنميه لازم عينك على البيئه، تحافظ على البيئه، تصون البيئه، تحمي البيئه. طب وده ممكن نعبر عنه بكلمة الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر أنشطة قائمة
على الحفاظ على البيئة من أجل رفاهية الإنسان. حفاظ على البيئة يتأتى بترشيد استهلاك الموارد، استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير الموارد. كل ده كده يحافظ على البيئة، يحقق الاقتصاد الأخضر. وممكن يجي لنا صورة صور، عشان كده متعمد أحطه لكم في صورة صور. كل دي صور زي ما انتم شايفين بتعبر عن الاقتصاد الأخضر أو الاستدامة البيئية أو الحفاظ على البيئة. من ضمنها إعادة التدوير، النظافة، حماية البيئة بقوانين وتشريعات، استخدام مصادر الطاقة وهكذا. والدعاية والمية والحفاظ عليها تخلي الإنسان اقتصاد أخضر عايش في رفاهية زي ما نطينا كده أستاذ وأستاذ. الاستراتيجية الأخيرة اللي هي الشراكة والتعاون الدولي، وزي ما احنا عارفين المثل المشهور إيد لوحدها ما تسقفش، فاحنا محتاجين تعاون، تعاون دولي ما بين الدول. طب الدول في منها خلافات، ننحي الخلافات، نصفي الخلافات، نعمل معا من أجل الاستفادة كلنا. طب وده حاصل؟ احنا لسه ضاربين مثال بمشروع وصال ومش علينا. وعندي مثال في الدول العربية، عندي مثال عالمي زي الأمم المتحدة، وده الشعار بتاعها طبعا مش موجود عندنا دلوقتي في المنهج، لكن ممكن يجي عليه سؤال يقول لك الأمم المتحدة ده مثال للشراكة، خدتوها في سنة ثالثة إعدادي وهتاخدوها السنة الجاية. منظمة عالمية من أهم أهدافها تحقيق التعاون في كافة المجالات بين دول العالم. جامعة الدول العربية، ودي هناخدها إن شاء الله في الدرس الأخير في الوحدة الرابعة في مستقبل التنمية في الوطن العربي. وبرضه صور بتدل على التعاون، صورة فيها التعاون العربي الروسي، وهنا واحد لوحده مش عارف يوصل لحل المشكلة مع أداة، لما هيستفيد بخبرات ناس تانية هيقدر يوصل للحل. ودي كده تبقى استراتيجيات، وسائل وأساليب واستراتيجيات التنمية الاقتصادية. ملاحظين حاجة؟ تقريبا كده في نوع من المعوقات ما جاتش سيرته في الكتاب، صح؟ فين المعوقات الإدارية؟ ليه ما حطوش حلول ليها؟ في سببين. السبب الأول إن جزء من المعوقات الإدارية دي مرتبط بكل الاستراتيجيات التانية، وهو نظم المعلومات. هو أنا ينفع أعمل بنية تحتية ولا تطوير عشوائيات ولا تطوير الريف ولا تعليم ولا صادرات ولا تقليل الخام من غير ما يبقى عندي قواعد بيانات؟ يبقى دي جزئية. ولو اهتميت بتعليم صح هطلع انسان مواطن صالح. المواطن الصالح هيأدي شغله صح، وهيعمل ايه تاني؟ عنده اخلاق، مش هيقبل رشاوى، ومش هيبقى فيه فساد، صح؟ فالنقط بتاعه الجانب الاداري متضمنه في كل الباقي، وهي دي الاهم على فكره، هي دي الاهم، القضاء على الفساد او تحسين الاداره. المشكله كلها في الحته دي، وزي ما شايفين متداخله كله. عشان كده كنت عايزكم وانتم بتتناقشوا تحددوا لي، تقولوا لي نبدأ منين. أظن كده كفاية عشان ما أطولش عليكم، ونشوفكم إن شاء الله في الدرس التالي. والسلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد، يا أهلا بالغالي، خير؟ إيه، مش ناسي حاجة؟ آه صح، ده ينور. أنا آسف ما تناقشناش مع آراء الطلاب، يلا بينا نشوفهم مع بعض. عندي هنا هو اللي تجاوب معايا في الطلب اللي انا طلبته تقريبا 4 أو 5 طلاب، هم كالاتي. عندي طالبه بتقول انا اسمي ندى، بتقول كلام جميل جدا زي ما انتم شايفين قدامكم وورايا انا وقدامي هنا. احنا قلنا معوقات اقتصادي اجتماعي سياسي اداري كلهم مرتبطين بالانسان، احنا المعوق الاساسي لكل ده. يعني مثلا في الاقتصاد احنا مستغلين الموارد المياه ومصادر الطاقه، عايزين نستغل المياه اللي عندنا والطاقه والعقول المفكره هنبقى احسن من اليابان. في الاجتماعية البطالة والفقر مسبب الرئيسي في عدم وجود تنمية بسبب الواسطة. الله الله الله، بص الطلبة بتفكر صح، بتشغل دماغها، بتطلع كلام حاسة بيه. الواسطة اللي احنا بنسميه فساد سبب كتير من أسباب عدم تحقيق التنمية في مصر. الله ينور عليك يا ندى. كمان الهجرة من الريف للمدن ممكن تكون معوقات، وممكن أعمل وجهة نظرها. الحروب، في حروب ثقافية كمان لازم نتصدى، الحروب مش كلها حروب عسكرية وبس، فنهتم لها بالكورسات، ويا ريت نهتم بتقليل الأسعار. دوت رأي الطالبة ندى، ونهتم بالعقل البشري. بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك يا ندى. مبسوط قوي ان انت اهتميتي بالجزئية، صغيرة الجزئية بتاعت الفساد. الفساد ديت مشكلة كبيرة قوي. عندي طبعا الطالبة أميرة،
بتقول ان المعوقات البشريه يبقى لازم يتغلب عليها زي العامل ما حدش ياخد رشوه، واخدين بالكم؟ برضه تتكلم عن حته الفساد، الناحيه الاداريه اللي هي ما ذكرتش في الـ8 وسائل، دي اهم حاجه عندنا. الله ينور عليك يا اميره، نهتم بالتعليم ونبني مدارس، نهتم بالصحه بسم الله ما شاء الله، نبني مستشفيات، نهتم بالانتاج نوفر بيها مناسبه للصحه والتعليم، نزود المرتبات. الله ينور عليك، دي اهم حاجه ليها، نزود المرتبات خصوصا المعلمين يعني، ويا ريت يعني ايه لو معلمين جغرافيا كفايه يعني مش اكتر من كده. والمكافآت، وكل موظف يشتغل شغله على حسب تعليمه هيحط في مكان مناسب بسم الله ما شاء الله. طلاب فاهمين الدنيا وعارفين المشكله فين ويحطوا دي على الجرح عشان خاطر يقدروا يعالجوه. الحساب الثاني يتكلم حساب بيسمي نفسه ستار سينا، الله اعلم بقى طالب ولا طالبه، بيقول يجب ان تهتم الدوله بالتعليم، الباقي المرتبات المفتوحه، تمنع الدروس الخصوصيه، المدرسين يراعوا ضميرهم، يراعوا ضميرهم الضمير هنا برضو، كل واحد يعمل اللي عليه. الاهتمام بالصناعه والزراعه والمشروعات اللي هتفيد الدوله مش اي مشروعات وخلاص. الاهتمام بوسائل الطاقه المتجدده، الرياح والشمس، الارض الزراعيه، نشر الوعي العام، عمل حمله للتبرع لصالح الوطن. بس يا ترى لو الحمله دي اتعملت كام واحد هيتبرع يا ستار سينا؟ مربط الفرص فين هنا؟ يا ريت نسال نفسنا السؤال دوت. لو اتطلب مننا نتبرع عشان خاطر بلدنا، هل كلنا هنتبرع؟ والسبب ايه؟ اللي مش هيتبرع مش هيتبرع عليه. نكمل. عمل اختبارات قبل توظيف اي موظف، برضه نفس الحكايه عشان يتحط الانسان المناسب في المكان اللي مناسب. الله ينور عليكم، طلبه فوق الوصف اللي هم عارفين المشكله فين، عارفين ده فين، واذا عرف السبب بطل العجب. عندي في رحمه ابراهيم بدات عايز احط خطه جيده، فلازم يكون اكون فاهم المعوقات كويس بتاعه التنميه. مش كل حاجه تعتبر معوق، ممكن تكون حاجه انا عندي معوق عند غيري لا، زي النمو السكاني لو تفتكروا صح، عندي دول معوق عند دول تاني عامل انتاج. فكل دوله ليها طريقه فاضيه، مش لازم الخطط التنميه اللي تنفع في دوله تنفع عندنا احنا كمان. الله ينور عليكي ما شاء الله. لو عندي موارد واكون مفكره من خلال التعليم الجيد هيكون عندي اداره جيده، واخدين بالكم برضه بنتكلم على الاداره، الاداره شخص مناسب في المكان المناسب تمام، وهنحافظ على الدوله وهيخلي في غنى عن اي شيء اخر يقف امامي كمعوق، لان هقدر استغل الموارد بتاعتي وهزود الثروه الماليه وهوفر مرافق وطرق وصحه وصرف اللي هو البنيه التحتيه. الله ينور عليكي. هقلل الهجره من الريف للمدن عشان كل حاجه في المدن هوفرها في الريف بسم الله ما شاء الله، بالتالي مش هيبقى في عشوائيات، وفي نفس الوقت احافظ على الناحيه الامنيه، امن الدوله بتاعتي، ويكون عندي نظام سياسي جيد عشان الدوله تعيش في تقدم. وفاضل عندنا تعليق اخير باسم محمد محمود بيقول تدريب وتعليم المهارات للناس والقضاء على المعوقات. بالنسبه للتعليم انت قلت كده فعلا رايك في حاجه، لكن القضاء على المعوقات ما انت قلتليش ازاي، هنقول حط خطه، حط لنا خطه نقضي على المعوقات دي ازاي. طبعا انا بشكر الطلاب اللي تفاعلوا جدا جدا، انا حاسس ان قدامي الناس هتبقى وزراء، ناس بتفكر صح يعني بسم الله ما شاء الله. انا مبسوط جدا ان لقيت ارائكم من غير ما تقروا الكتاب ولا تسمعوا من حد، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو التالي. بعد الفيديو ده هيبقى فيه بسرعه كده مراجعه ومذاكره، وبعد كده نخش في درس التنميه الزراعيه والحيوانيه. السلام عليكم. استاذ محمد في ايه تاني؟ ايه مش ناسي حاجه؟ الاستاذ بيفكرني ان في مفاجاه، المفاجاه ديت بقى ابقى اخليه هو يقولها لكم. السلام عليكم.